البداية كانت وترين، العصر العباسي والأموي ضافوا على نيتهم، يعني كل مرحلة يضيفوا شيء عليه لغاية ما اكتمل العود، ومثل ما بنعرفه نحن هلا بالوقت الحاضر هذا. هو آلة العود بيصنعوه من مادة الخشب، وكثير أنواع من الخشب فيك تصنعي آلة العود، لكن هو أنسب شيء بالنسبة لنا نحن هو خشب الجوز، خشب الليمون. وخشب الجوز بيعمر، يعني بيقعد 100 سنة أو 150 سنة أو 125 سنة. فآلة العود بالنسبة للصناعة صناعة يدوية بحتة، ما كانت تدخل الماشين المكنة يعني بصناعته بسنة 1900 وقبل 1900 أصلا ما كان في إلكتريك كهرباء يعني، فكان شغل العود بطريقة يدوية بدائية بحتة. والقطع اللي انشغلت بهذاك الوقت أكدني تمام لا زالت موجودة للتاريخ هذا اللي نحن فيه. طبعا هلا أنا عم بحكي لك عن شيء اسمه العود الدمشقي، يعني هلا كنا نحن بدمشق حاكيك على العود الدمشقي، هيك انشغل بدمشق من قبل 1900، يعني اول ما بلشوا بصناعه العود بسوريا سنه 1875، عرفت كيف؟ فلا كان في كهرباء ولا كان في مكنه اصلا، كانوا يشطحوا الخشب على المي بطريقه بدائيه جدا، واللي اشتغل الشغله هاي بلش بالعود وبعدين اخذ العود، في له مراحل لازم تدخل المكنه فيه. فراح لفرنسا وكمل العود هناك، والعود هلا موجود بالمتحف التركي، هذا هو العود رقم واحد. فهذا الانسان اسمه عبد النحار. فلمن دخلت الكهرباء لهون صار في سهوله بصناعه العود، لان اجت المكنه، لانه في كثير مراحل تتدخل المكنه بصناعه العود لتطلع بجوده اكثر يعني. ما بياخد وقت مثل ما كان سابقا. الآلة هاي نحن بنقلها هون بالشام آلة طربية، واشتغلوا بدمشق هون اشتغلوا عودة ثلاث أرباع كقياس، يعني ما اشتغلوا كامل، لأنه كانت الست هون تعزف على العود أكثر من الرجل، فبكل بيت كان في عود، عرفت كيف؟ وهذا العود عود الستات، كانت الست هي بالاستقبال والحفلات وهالاشياء، هاي المناسبات اللي تصير، شايفة كيف؟ من أعراس وغيره، كانت هي تشتغل على آلة العود. بالعراق اشتغلوا آلة العود وكانوا ناجحين جدا 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 فيها. هذا الديزاين اللي قدامك هذا عراقي، اللي هو فتحاته صايرة بيضاوية، تبعتي كيف؟ لانه انبنى هيك، بنوه هيك، عرفت كيف؟ فاللي بيشوف العود هذا الشكل هذا او هالموديل هذا بيقول لك هذا عود عراقي، والعراقيه هي حقيقه يعني ابدعوا بصناعه العود، ابدعوا كثير. وفي انا عندي عواد عراقيه هلا هي للترميم، يعني في بالعراق مصنع أعواد شهير جدا 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 اسمه محمد فاضل الحسين، أشهر من صنع العود بالعراق، يعني هو محمد الله يرحمه محمد فاضل الحسين أبدع جدا بصناعة العود. فالعود العراقي مهم جدا من ناحية الصوت ومن ناحية الجودة. هذا بيقول له الزند، وهذا الزند هو اساس العود. لما يكون الزند مزبوط صح معناته انت اشتغلتي صح، اما اذا بيكون فيه غلط معناته شغلك كله غلط. الدمشقيين اشتغلوا هاد 20 سم ونص، بالعراق اشتغلوا 19 ونص، المصاروي اشتغلوا 20 و20 ونص و19.